أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح بأن الشاب قبل أن يطلب العلم يكثر من العبادة، ثم بعد انشغاله بالعبادة يتجه إلى طلب العلم؟ هذا قول الصوفية، هم اللي يقولون لا تطلبون العلم، اشتغلوا بالعبادة، لأن المقصود هو العبادة، اشتغلوا بالعبادة ولا يشغلكم عنها طلب العلم. وبعضهم يقول العبادة إذا تفرغت لها ينزل عليك العلم، ينزل عليك العلم بدون تعلم. هذا قول الضلال، هذا قول أهل الضلال والعياذ بالله. نعم.